لو مات الإنسان بسبب هذا المرض فهو من الشهداء إن شاء الله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام تحدث عن الشهداء في غير المعركة، وذكر العلماء استنباطا من أحاديث متفرقة ما يزيد على 20 شهيد، يعني المطعون والمبطون والغريق والهدم وما إلى ذلك، والمرأة التي تموت بالولادة. فتدخل يعني هذه الأوبئة تدخل في الشهادة إن شاء الله سبحانه وتعالى، غير أن لها شهادة دون شهادة، يعني الشهادة في الأجر إلا الشهادة في الأحكام الفقهية اللي هي عدم التغسيل وغير ذلك. وما نزل بلاء إلا بذنب، وما رفع إلا بتوبة. فندعو الناس جميعا إلى التوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى والاستغفار، لأن هذا هو الكفيل بأن يشفي الله المرضى وأن يرفع عنا البلاء، والله أعلم.